ازيكم يا مواليد برج القوس؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الجمعة 22 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 22 نوفمبر لواحد ديسمبر. هتحافظ على هدوءك اكتر في الفترة دي. ممكن يكون اليوم فيه اضطرابات كتيرة جدا من ناحية، ومن ناحية كتير من الحاجات اللي بتبقى مش بتمشي على رغبتك. من ناحية تانية هتلاقي نفسك في مواقف كتيرة صعبة في طريقك بسبب كل الاشخاص اللي حواليك. ما تبالغش في ردة فعلك، لكن حاول انك تبقى بتستعيد هدوءك اكتر، وتحاول انك تفرض ده على كل الاشخاص اللي حواليك علشان تلاقي بعد كده تخرج منهم بسلام داخلي في المواقف دي اللي تعتبر غير سارة النهاردة. توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر. الصراحة النهاردة بتفيدك بشكل كبير. هيجي لك اليوم ده مصحوب بشوية مشاكل في فترتك دي. هتقابلك مواقف مش هتعرف تتغلب عليها إلا من خلال إنك تغير رؤيتك لكل أمورك. بنصحك النهاردة إنك تفصل نفسك عن كل الحاجات اللي تعتبر قديمة ومعروفة، وتحاول إنك تطلع لكل الحاجات اللي تعتبر جديدة، وتحاول إنك تتوخى الحذر أكتر لما تبقى بتلوم الأشخاص اللي حواليك. من الممكن انك تكون انت ارتكبت اخطاء كتيرة جدا جدا. لو كنت متفتح تجاه حاجات جديدة ليك هتتعلم من خلالها مزيد عن نفسك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر. خليك نشيط اكتر في الوقت الحالي ده. بيبدو ان حجم مشكلاتك في تزايد اكتر، لكن لازم ما تضغيش المشكلات دي عليك، خاصة لما تبقى بتواجه مشكلة واحدة تلو التانية. هتبدأ في انك تبقى تشعر بالسعادة مرة تانية. من الضروري حتى انك تبقى بتتصرف في الحال لو واجهتك المشاكل دي، ولا ممكن تبقى بتتعمق اكتر في التعقيدات اكتر. بس بنصحك انك ما تخافش، لازم تقبل المساعدة من الاخرين لو عرضوها عليك.